احكي لنا عن صاحب عرفته وطلع سند ليك في الدنيا، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم. لكن دلوقتي خلونا نروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها احوال المرور والطقس كمان في القاهره والمحافظات المصريه. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صدق. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلونا نبدا من القاهره وبالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية بسيطة وغير مؤثرة. ولو كملنا ورحنا لكوبري الجلاء، هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية وغير مؤثرة وبتبدأ كمان تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وبتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري وفي منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس الموضوع للمتجه من المنيب وطريقه للأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي للجيزة، وبرضه في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بقى لشوارع الجيزة، وفي كثافات مرورية بسيطة على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر وبيستمر حتى ميدان لبنان. وناخد بالنا أن المتجه من المهندسين لأكتوبر في تحويلة مرورية بسبب أعمال توسعة المحور، ولو كملنا جولتنا من شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطيه وفي منطقه المساحه وشارع العريش ومدكور والطلبيه. وظهرت كثافات بمنطقه مشعل، وكثافات من شارع العشرين وحتى الطلبيه، وكثافات كمان للمتجه لكوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق والحد العشرين. كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان ومكملة معانا لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. كمان بتظهر كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، كثافات مرورية متحركة. ونفس الموضوع في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. كمان ظهرت كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. خلونا نروح لمحافظة أسيوط واللي هنبدأ فيها جولتنا من طريق إنا منطلوط اللي بيشهد كثافات نسبية متحركة. الكثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد ما نروح للطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط كمان في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية وبالتحديد من ميدان أحمد جويلي، هناك بتظهر كثافات مرورية غير مؤثرة. بعدها هنروح شارع أم كلثوم بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق واللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد بالنا إن طريق عثمان أحمد عثمان بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد شارع 6، وفي الشارع بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ونروح لطريق أحمد أبو زيد، هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. دي كانت جولتنا المرورية.